عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير. الحس التحراني البارحة مغني متشرط زعيج وبغيم وضحك وقرقعة وصدع، يعني حلوة اللي سكارة البارحة، كانت اليلسة في العريشة، العريشة المنامة هذه ارتفاع تقريبا ما أظني مترين من الأرض، ويلسة جميلة صورت لكم إياها البارحة. كان هاي هي الأولية القديمة، هاي من 3 سنين أظني لو 2 سنين الحين زاهبة، عود هاي بلاد من كبرها بعد كذا مصور إنها موجودة على اليوتيوب، موجودة في كل مكان وعلى الانستغرام وعلى اليلسات يعني. لكن هاي شوية عادة الجديد حب شديد، وين ساكة ما شاء الله في جبل السماء، يلسة تغاوية يعني كتغيير. والبحر اليوم طايح مرة طايح، زود برد ما شيء، برد يعني انك ما تروم تظهر ولا تروم تي ولا تروم تحترج، لا لا ما شيء ما شيء، برد هي برد البر البريد العادي، ان البرد اللي هو توري الضوء وتتقفقف، البحر هي يعني ما بحر مورين ضوء هنا عم يقل، مش البرد اللي هو على ما قالوا، لا 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 برد هذا، انا لابس قلابية والوهم يفن عن ترى الرقاد، يعني الحمد لله الأمور طيبة، كل شيء زين وكل غاوي وكل فنان، وإن شاء الله أن اليوم الله يرزقنا الصيد ويكون أنه شيء يعني سير ولا جاي. أشوف ما لهم بارض حق دشة بحر ولا لهم بارض حق ما أدري، يعني متعايزين أشوفهم جماعة. لكن الجلسة الجلسة في هالمكان النف مكان الفنان هاي روحها تسوى لها، تسوى لها بلاد، نعم هدوء وراحة ولا شيء صدع ولا شيء ديانة يعني حلوة. حين عليها من المايات الكبار، حين الماي السكب مرة هني تدق العاف، هذا تشوفون وين الشبل على الساعة 11 11 وربع 11 لا ربع، مرة أكبر ماي تغدي، والبحر يكون طايح اليوم إن شاء الله. حد هناك بعد يده أظني والله ما أعرف، كل حد البنغالي يمكن، ما حد بوش تخدم هالنمونة، هالنمونة ما حد خدم بطريقة وشي يدوي يعني، ما بستاد يخدمون أحسن أخير عن هاي بالألف ودي ما شيء مشكلة، لكن بدون استاذ فلبيني كواي يسوي هالشيء ما شاء الله عليه، قرب الله تهل فلبيني سوي الحرفوف. شو بقولكم، بحد يعرف لنا شو اسم هذه؟ هاي تي نمونتين، نمونة هي هاي هي وحدة والثاني اللي ورا الباب، لحد يقول ما قلنا لكم، نبي جواب سريع، جواب السريع عن هذه القطعة شو اسمها، هاي القطعة شو اسمها، هنتين هن وحدة هذه هي قطعة لها مسمى، وهي نفسها تنحط ورا الباب، الباب اللي يقبض الباب من الفريم، من الباب للفريم لها مسمى، خدت هذه لها نت بلط طولاني يتسم هاي عن هذه تنحط ورا الباب، تنضرب نصها ينضرب بالفريم مال الباب والنص الثاني ينضرب بالباب روحه. يا ربي شوف قرب الله ذا البنغالي، باهس باهس ولا أحد في الدنيا بحس عنه، شوف الله يكما زين للصوخ والهدوء، حتى غريبا 4 أمتار عن الأرض، شي خير عن شي. هاي يسمونها الغناء، هاي اسمها الغناء، شو منامة قمر زوقة اسمها تحت فقيرة، هي الأول ما حد خير عنها، وحين هذو خلاص عاد يا اليديد وآزم حبه شديد، يا اليديد وآزم حبه شديد. والله أروح مستعيب اللي يتمون ياسين في البيوت، حد يتم يانس في البيت في البلاد في المدينة،
وضوضاء المدينة ويودع الطبيعة الفنان اللي ماشي شرط. والله يا أبو خبير اللي عنده هالسواحل الممتدة 400 كيلو 700 كيلو من بوضة بيروح لين 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 لغويفات ما يقارب أكثر عن 300 كيلو، وعندك من بوضابي لين الفجيرة أكثر عن 400-500 كيلو. وعفان الله من يلسين أبوي في ضوضاء المدينة الواد مي ما تشوفون عيالكم عفان الله حد منهم غير نمون مغفين، لأن ما تربونهم أبوي وعيونهم أبوي واحد من يوصل عمره 16 سنة لبسوه كشم وسبع سنين لبس نظارة. ليش؟ شوفوا حين لادمي حين يوم على السيف يشوف مد النظر، مد النظر في أعطيك عينك تعطيك قوة رياضة العيون على مد النظر. جالس المدينة قدامك إدار، قدامك طابوق، قدامك سمنت، قدامك بنايات، قدامك شير، فما تعطي العين قوة الامتداد البصري. والله هذا صدق رمسكم، لا تحروني أنا ما أعرف المواضيع هذه، هاي مواضيع 100% صح. ما تشوفون اللي في جدة الساحل عيونهم ما شاء الله غير زرقاء اليمامة، وليه في المدينة وليه قرب ليبال عيونهم فقارة تشويص وتشلق وتبلق ويقدون عفان الله تحرى الواحد عينه ميزانه مغترف. والله كلهم عفان الله يشكون بالويل والثبور هاللي من طرف النظر اللي في البلاد. والله شو يعني لازم اللادم يظهر بعياله وفريجه جدل البر، بر يكون يعني ما فيه نكاكيد وطعوس بعد، لا السيح طايح طايح على سب العيون تاخذ رياضته. طليت منك يا ابو ناصر يا جنك انا مبوني شبت بيني وبينك انا ابو كني انا فقت كنت انام صباحك ما برو ما بطالك بيك من الباب بيك من هذاك الباب بنسير بيت بيت قوم من هلال بيت يلا تريقتوا شو تريقتوا ابو ناصر يا هل محلة. والله مليون مرحبا ابو ناصر شفت ما زين البحر طايح يا ابو ناصر بالله عليك ما شاء الله كوت مثل البارح البارح والله الموت لا اله الا الله بري اي والله الحين الايام هاي كلها بري ابو ناصر الايام هذه والله عز عند الوقت ابوي لكن برد ابو ناصر برد برد شمل ابوي بعد بتينا شمل لا اله الا الله وين من هن البارد ابو ناصر؟ نعايات الشتاء والبارد وين من هن؟ وين؟ البارد اللي تسوي البرد؟ اللي تسوي البرد خلاص والله والله افتكينا افتكينا يا ابو ناصر زين ايه هي صدقه هيك تقايل اللي انه بيضوي هي نعم ضوينا ضوينا البحر مخر عاد عقب المغرب وعقب بين عقب قرب العشاء انا اي ولا انا اضوي ولا والعشاء يدن هي امورك طيبه ابو ناصر الحمد لله الغالي لمعونة على البرد ها الريل بعد شويه بسم الله عليك ما عليك باس ما عليك باس اي والله يارك الله لا تدوق الله ولا عندك خبر تو هو بادي يا ابو ناصر تو هي لا خلينا منك يا ابو ناصر فيك تركب على المنامة ترقاها المنام ابو ناصر لا لا ما في وحده انت انا وياك ما اقدر فديتك والله ما اقدر اشتغلن لك روح الحمد لله هي والله طب الحين وعلاج يا ابو ناصر الحمد لله المستشفيات كل شيء زين فيها الحمد لله والله ما رقدت الليل النبات بين عيوني بسم الله عليك خلفه عليك وعلي السلام الحين مسوي لي تيله من شوي شو ابو ناصر عرفت هالحطب شو لا تحاتي ها لا تحاتي شيء فنان حلوه هاي حلوه ايام الغربي يلا
ايام الغربيه هذه المحمر غربي ومشواي. اي والله يا سلام يا سلام قطو فرن بمصير ورقاد الظهر. اي الله تهجيره. أيوة ترتاح. بسم الله عليك انا وياك. ما بعلي ما بعلي ابو ناصر. سلج سلج. يلا ايش رايك ابو ناصر؟ حلوه فنانه. من اول ما شفتها قلت لهم حلوه وعليوه ما شيء لا تروي ولا شيء حركه لا همك الله لا, لا, لا عندك لا اليك ابوي الخشب خشب من الطيب. ايه بخير يا عمي. مرحبا بالغالي. مرحبا ايش حالك؟ يا مرحبا يا مرحبا. والله ما رقدت يا الغالي. مرحبا ايش حالك ربي يا مرحبا. حي الله من يانا. الله يحيي لباك. قرب قرب انشد عن ابوك. والله انا باك بين عيوني. قال لي سعيد حطوا له مكينه في الفيلم. تعبني تعبني يعني تعبني تعبني على الشمس شوي. اليوم ايه نحن في البحر بس نسوي الحمد. عشاء مشوش. لا لا منو بيسوي عاد عمي؟ انا بس ابوي. عندنا كمبوله؟ عاد لا ما نبي احنا كمبوله. نبي كان شيء نبي شغلك انت الاولي. زين شغلي الاولي وهالك طيب. ايه اشراف هو بس. انت مشرف مشرف. اشرف بس. ايه اشرف عليه اقول لي كذي كذي. يحييك. هذا بس ابوي لي يوم انا في ابو ظبي قال لا انا بسيط لا تسوي لي شيء لا تطرش لي. طالع بعد ساعته عيناويه على نفس اللون. وين؟ طلع ساعتك عمي طلع ساعتك. يا سلام. مبنده. مبنده؟ ايه وخليك. ثمان عندها الصبح ثمان. اشوف عمي شغاله كيف تبنت رولكس؟ لا شغاله لا كان عاد اشتغلت ما حد مضبطنها. تبنت. ما اعرف لها. لازم تضبطها انت كانك تخليها فتره. انت ما تجيك تراها لا طايحه هي طايحه. لا اذا تخليها بدي الوكيل. طاحت وبندت ولا اشتغلت لين اليوم. هي. تغربلت من ساعه. غير دقتي ما تجيك تصور؟ هي. حيس على عمره. عندي ساعه. هي. هي. بدي الوكيل عمي. ها؟ خالدي انا وديت الوكيل. بعد. اي نعم. هلا خالد. لو الكندوره بعد طالع. لا خلينا منك يا ابو ناصر. ولا من هاليدي. يديه ناعمات. اي بتقصه تراك. بسم الله. ما ماشي وين ايش بيقص؟ بيقصك ترى. ها يلد من طوي. الله. وين منهن؟ هذه 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 هاي اللي عندك هذه اللي قدام البيت. ها شو هذه؟ هذا من بيت هلال. هي جاي. هي زين. هاي بر بر غادي ويثبر البحر غدت بر احيدنا نقيل فيها ننصح الغزول. والله والله العظيم. قبل عاد كم سنه؟ قبل اربع. محمد بن سيف وحياة علي وكلهم حياة كلهم حياة واحمد بن سالم. وهي واحمد بن سالم راي الخموسه. يا ربي راي الخموسه ميت قبل ما تحول مدينه زايد. لا قبل لا 40 سنه. لا 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 اخو بخيت بن سالم. هي هي ها حياه احمد بن سالم ميت. بخيت 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 بن سالم متوفى في التسعينات. لا 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 بديتك انا ابو حيده. بخيت بن سالم بخيت بن سالم راي سعيد العنزانيه الله يغفر لها. واحمد بن سالم هاك ميتي في الاول. احمد بن سالم متوفي في المشرفه. ايه حرام يرني تحرم مدينه زايد. لا وين انت في الستينات في مدينه زايد؟ انا في الستينات بعدني ما استويت. اسمع ابو ناصر في ذمك انا شيبه. منو؟ انا؟ كم عمي بينك وبينه خالد؟ نص ونص. قبله. كم انت قبله وكم تقريبا؟ قبله يمكن ب 10 سنين؟ 7 سنين 8 سنين. انا ابو والله عرض الله والله العظيم. هي صدق شوف انت بيني وبينك 7 سنين. صغير ذلك انت. لا ها اجيت عن 7 سنين. هي 70 سنه قول. لا مو ب 70. لا ما هي 70. 10 يجين عمي 10 65. لا لا بينك وبينه كم تقريبا؟ بينك وبينه في عمره والله ما اعرف الحساب تبسط. 10 سنين تقريبا بس كذي اقل بعد يمكن. يوم نحن في مشرف. هي هو عود ريان. يوم نحن في الشعبية خلوه ده صغير. هي شفت أقول لك يصغرون حتى خماس. خماس أصغر من أصغر عن خالد. هي أصغر عنك لا والله. لا لا والله يا أبو كنا سنايد. أنا أبو والله أنا أبو عيلنا أكبر عنهم كلهم. يوم لنجنا في الشركة. هي. هني لنجنا الصغيرة
هذه اللي ماخذينها من قطر. عمي اشتغلتوا في شو اسمه في بالابيض؟ اي كم سنه انتم اشتغلتوا في عمار بالابيض اول ما اسسوا بالابيض؟ يا خليفه 8 سنين ونص هو يا خليفه وسنه مع الشيخ عند خليفة. المرحوم زايد الشيخ خليفه ايه الله يطول في عمره ان شاء الله. نعم ربي يطول بعمره. منو زرع بالابيض؟ ما خلى وانخلى في البطين اي انخلى يدي قال شلوها وتمن الدواب يسوقن ما نسوق نحن نحن الكرين يشل وينزل. شو تقول يا خالد اللي قصب اليسر مال مين بكرين دريل قصوا مره قال يلا شلوا انا ليش بناصر ها حفره بالحفاره تحت الجسر حق تخطف المحامل لو شو لا حق المحامل خور ابوي زين ترى ما شيء خور هنا مدخل الخور هذا طبيعي ولا محفور في بالابيض الحين لا الاول الاول لا طبيعي هناك في مناجف بس اليخت العود يدخل على السجي يمر على السجي داخل على الثبر لا تم هناك حتى اللنج مالنا هذا في الستينات ترى خالد سبحان الله اخر الستينات طني اخر الستينات قبل ما يظهر البترول ولاش ظهر البترول يدشر ظهر البترول والله السبعينات خليه ورتشيته ورشتكم الماي اول السبعينات بهانس اول السبعينات رشتنا الماي من حكم زايد الحمد لله ايه. اللهم لك الحمد الله يغفر مسلمه واجنبيه شو ابو ناصر شو تقوله شو تقول السعوديه عمي ها السعوديه شو تقول يقول الملك سلمان اليوم يتكلم الصبح والله هي اليوم يتكلم هي يقول اي دوله محتاجه في شيء نحن مستعدين بكل دوله نساعدها مال وحال الله يطول عمره نعم والله مستعدين قال مره بحال ومال يساعدون كل حد البعيد والقريب كانت مسلمين لو صاره المسلمين وغير المسلمين قال المحتاجين نساعدهم بكل وجه سبحان الله جزاهم الله خير والله العظيم روحي يتكلم وراسه بالاخبار اليوم ايه في الراديو انت سامع عنهم باذنيك نعم والله اني سمعته الملك سلمان يتكلم الله يطول بعمره جزاه الله خير خطبه مره تقول خطبه اي دوله قال محتاجه من الدول الاسلاميه وغير هذا الله عطلنا قال الخير لا بل بده للمسلمين كلها قال من مشرقها لمغربها جزاها الله خير الله يطول بعمره ويحافظه يدعوا له خلق الله شو ابو ناصر لنج هي لنج طوله 27 بيلي ها بيلي ايه بيلي وبتسميه خالدي لا عود ابي ها ايه على اسمك بتسمي الخالدي؟ ايه بسمي الخالدي ابشر بالودام اللي فيه خير بيغلي صياد رقم واحد على سمية نعم اي نعم بضع عمك لا يا بسير وين فينا حق اللنجات يوم اللنجات يوم اللنجات ما قصرت يا ابو ناصر نعم يوم اللنجات ما قصرت ما شاء الله عليك قدمنا البحر يوم ما في حد هنا طفلة تتعالج في الخارج توجه رسالة للاعبي منتخبنا واسماعيل المطر عمي اسماعيل المطر انا تعالج بامريكا الله يخليك يقول عشانها ولعيون الامارات كلنا في المدرجات لعيون الامارات كلنا في المدرجات عيون الامارات كلنا في المدرجات لعيون 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 الامارات
كلنا بالمدرجات. عيون إمارات كلنا في المدرجات. العيون الإمارات كلنا في المدرجات. وحتى اللي يتعالجون بالخارج معاكم. رغم بعد المسافات قلوبنا مع الإمارات. رغم بعد المسافات قلوبنا مع الإمارات. رغم بعد المسافات قلوبنا مع الإمارات. من سنسوناتي أوهايو. موفق الأبيع. صينية واحدة. وين بسوي المشوي وين حق مقلى؟ هذا شوي. هذا مشوي. زين. هذا مقلي. زين. شكرا جزيلا. شكرا. أقول لكم هاي السبجة هالأعمال يسمونها صالة. صال صال. في الإمارات والله ما أدري يسمون لها اسم بعظيمة ظني. محمد هذا اسم شو شعاريفه؟ والله ما أعرف إيش هو. أظهر السولي محمد. السولي. شو بالله عليكم السولي. شو ما اسم السم اللي في الدنيا كله في السولي. آخر عليه يتفتق سنام من السمن ما شاء الله. يلا بارك الله فيك. شكرا محمد. عفوا. أم الشعروف هاي الطويلة يسمونها عظيمية وهالعمان يسمونها صال. هالعمان يسمونها صال وفي الإمارات محمد شو عظيمية. عظيمية. أقولكم اليوم ترى شيء أمور بنظهركم آدر خلاف أظني العصر ولا الظهر الله أعلم لكن بنظهركم آدر جايبين من دار لنديرة وسوينا بنسوي له تطبيقي ونظري وعملي شيء يسر الجميع إن شاء الله بس الأمور طيبة ما برمى أرمس أكثر عنتي لأن أرمست عبارة بخبركم وأنا ما أريد أخبركم الحين عقب عسب يكون الموضوع تشويقي يلا المهم ناتق وشاف هالناس شيء قوي يلا غاية الصلاة زين نقول زين ها نعم ها وين انت محمد زاهد مشوي توه حاطين المشوي هاي سمت اللي خبرتكم عنها ساعة هو حاطين السمك ولا قبل شوية؟ متى حاطين؟ متى راكم سمك؟ خمسة دقائق. زين. بعد شوي عادي بسوي ثنتين النضوي بيخبى أصور. تو السمك. والله. يلا يلا. هديحات. بسوي خيار. ترى مرة ماشي بطنه ما في بطنه فيه. ما نطر بطنه ولا ننظفه مثل انه طاز فريش محمد هاي سمسه جديده هاي سمسه المعظيم ما تعطي واحد نفر ما حقي انا احطها قدامي زين الله تهل بغمه زين أظني من فصيلة هي من فصيلة الجيش قريبة من الزبيدي شو ما شاء الله بلحة من فت الخشم دين الدين سنان مرة وافي رقم واحد محمد هاي خلي شوي زيادة أحمرة إيه يا مريض ما سمعت شكرا thank you أمسكم عنها مساعة هذه اللي تحت اللي بين الفريم مال الباب والباب يسمونها بتة زين وهاي الطولانية يسمونها سبتة سبتة الطولانية اللي يوسرون لوح بلوح يحطونها بينهن بالضبط هاي ورزونها ببراقين التبلط أو بس اللي برغي بدون البرغي بدون نت البرغي بدون البلط فتازم هاي يسمونها سبتة يوسرون لوح بلوح ولا اللي على الباب هذه يسمونها بتة هاي اسمها بتة يا ربي ما ادري شنو باغم هناك شفتي تخطرف ورا الدريشه ها شو جايبين؟ هذا سمت مغلي هاي سبيط يلا غايت اي سمت مغلي هاي سبيط يا حرك الله يمتو ما زين الا الاصفر عليك يمتو بنت ابوي غدا قوم مرزوق يانا باجي غدانا نحن اليوم غدا شوية أخر سوانا سولي ولا شيء هيك سولي وهاي شو اسمها محمد
شو اسمه الهامور خايب ولا بدحه ولا شو ماشي هاي شيء جديده سمت اللي ما شفته لا مش معروفه اعوذ بالله من الشيطان لا هب سبن سبن بني يا اخي صورتك ثانك يو هذا غدانا البحري هاي سمت اللي خبرناكم عنها من ساعه هاي بليح تونا نروح قرمته عاد كلك سعيد خلاص خلاص من الهلاعه خيب بتاكل انت ها انا ابو البليح هذوها هذا هي انا قايل له سوي انت مقلاي سو قلت له سوي مقلى ها شوفها ما شاء الله وهذا مقلى كلها عيوش والدنيا هي العظيميه هذا راسه شو انا برويكم بس لفت انتباهي شحمت العين هذا القرف هذا مال الشحمه والعين داخل شوف بالله عليكم شحمه شحمه روحها ها شحمت العين طالعه هي هاي خلاها هني عاد هاي غير عندك يلا هاي العوده منهن اللي عندكم ما لو سويناها مقله صغيره هاي يوم حد يقول لك شحمت العين هاي شحمت العين ما وحال يصور الطرف هذا احب اصوركم الطرف هذا هالمقله مالت العظيميه كان خبرناكم عنه شو بقولكم والله يا ابوكم حتى ما علي اني اكل قبل ما اصور لكم عجبه اللي بيعرفه بيصير السوق ياخذها رقم واحد شيء لا صار ولا استوى حليت بهذا ابوي يلاش لها حرانية أفلق محار خلص بعد مغديات هنا لما تشوف وهلال أبو يالا سيلجي من أبو يقوري الشاي هذا خدري الشاي خدري عيون المنى خدري أبو يحل البحر الفنان النظيف شو هي والله مال نجيل يا الله نش الصبح تنطح ليدرات والله يا الجو يا ابوكم يسوى له الدنيا كلها ماشي يا ابوي شرات السيرة الحين تحدق له شيء قمر ترى بعد تحدق لك كان شيء شعيريات ولا شخيلي شعري يلا كاتبنا ماشي شرات السيرة ماشي شرات شرق وغرب عندك ودونك يعني والدنيا مطرجة خيوط ما شاء الله من كل نوع جميع انواع الريش كل ريش بريش الاف مؤلفه ان شاء الله ان الله يرزقنا الصيد ابوي ناخذ ابوي تعايز يسير البحر اليوم قال لا بسير ولا عندي خبر بالله بن محمد خلينا ابوي على البر ومحنا سرنا فمال لا يا الفريج فمال لا أحلى وينها وين زابل وفي المنامة والله عليكم الحين الصبح شو ها كله يا ساوق ناهيك عمال بار هذا كله حين آخر ما ساوقتها شو بالله عليكم يالسين حرب يسمنونا للعيد يبا بالله عليك هذا ولد بعد منو يا سي خلم عصيد عزبه يا سلام نحن شناف خلنا غير ام محمد يا ربي يا بطعم كل واحد امدح انت امدح بكل شيء بالاستوديو يلا يا الله يا ام محمد مشكوره عيل اللي بيبي وبيمسي عند ام محمد بيت الاب بن محمد وعندهم عزبته بي ما بيعين خيره بيصبح الصبح ابوي منتفخ والله يا ابوك البحر صار طيهاك صراط لحم مشوي وعيش ابيض من كل نمونه والحين هذا الفواي لا شيء ساير وشيء جاي
دمبك ساير دمبك ياي طرنق ساير طرنق ياي عيزنا يا بوقت بدوننا تورمت أشد تونا سن البحر لأن البحر بوي ما يطرح هو 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 بانو شازم يطير فوق ووجه تحت ست وياها محمد بن عبد الله عقب أبوي خلنا ما عرفنا نسير ما عرفنا نسير بحر أبوي ما يطاح هو قوي موي والبحر مزبد جايين نرتاح ولو جايين نرتاح يعني ما نبغى نغطر ويلاتنا شوي في البحر الحمد لله الله ما لك الحد هذا أبو عفاري ما أخذ أبوي يستوي ولد خالتن هذا عفاري مناسب قبيسات هاي العيال هلال أمهن عندها خت وخته ماخذنها ابو هالوليد هالوليد اسمه سالم سالم من منوها ولد عبد الله بالنصيب العفاري تعال سالم تعال منو تبى منهن منو بني ابوك منهن تبى بنات خالك حينه زين تبى قوت ولا تبى فاطمه ولا وحده والله بعد ليش يعني ما تباهن؟ يعني من زينك انت الحين احلى عنها انا؟ انا الله تابك يلا خلاص سر ما حد يا رب الله تبوك ما يباهن يقول اقولكم ابوي هذا امه ما بخت ام الولد هذا بنت عم هلال اي وانا نسيت اتحريت ما اخذ العفاري ما اخذ خت حرمه لا طلع لا العكس كان المشكله حين ابوي قال ما يبى بالكوفه ايه العفاري شو قلت حينه شو قلت بتاخذ هاي بنات عمك ليش انزين بنات خالك تعال ياي تعال 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 خلنا نسوي ياك مقابله تعال تعال قربي هني عدالي تعال تعالي سلام عليك زين شو قلت الحين تبى قوت ولا تبى فطوم ولا وحده ليه والله لا تحلف الله يا رجال والله لا ليش عاد ليش هليمن ليش ما تباهن ليش ليش حتى انك شو اخير عنها فيه ليش ما تباهن لانه اغبيه لا فقوت فذكيه قوت هي والله ذكيه لا قوت ذكيه شويه فطوم شويه فيها شوية بلاها من سنة دعمت الشبك في الدرات الصغيرونة أنا قلت في خاطري فطوم لو قوت مرة قوت مرة فطوم مشكلة هاي مشكلة يا ردي لا تقول حق أبوك قال عن الله تصيرك زين ترى هو ما يدري زين سلم حبيبي لك بنو بيت الحين هذا بيت أحمد درويش ملاح منصوري والله والنعم 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 تهنيت بهالسكن الفنان يا رب الله يرحبك على فضل وانا كل يوم اتخطرف عليه شرق غرب ما دريت بهن بيتك طبعا نحن هناك فين الغطن هاي بيت قوم هلال وهاي السطوة اللي تشوفونها كلها حينه تابره الماي يوم بيعد الساعة 11 الضحى باكر بتلقطون الماي ساك العاف نيها دق العاف ما شاء الله ما شاء الله اسمي لبيت غاوي وانت وين ساير حينه انا خلي براني يسير خلي ورانا منو هذا السلطان خلفان الملاح نصيبي انزين وهذا محمد المرر هي وهذا الرجال حمر وهذا تعرف ابوه منو راشد ميحد الصليطي قول والله هذا ولد ميحد ايوه ميحد امها امك شريفه نعم قلب الله ما تشوفه حلو 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 على ابوه ابوه قوي ابوه جميل انت تدري ان ابوك كل يوم انا اتضارب وياه لو في الشغل نحاس ليه في الدنيا كلها في ابوك قرب الله تبوك ابوه واحد سقرتي فنان مديرنا الابوه في الجهاز مدير خدمات لا كان هي في الخدمات هي قسم أيوة. العلاقات العامه ايوه ابوه لكن فنان ابوه خير فنان هي والله ان شاء الله تظهر شرات ابوك انت عاده مو شرات امك لا حتى امه والله والنعم غاوي. ما شاء الله يلهم به هذا قيض مستع تبارك الرحمن هاي قراط لهمبه هذا حنبه قراط ها قراطي هذا يثمر قيض مستع شوف حينه الحين في اخر الشهر هذا اللي بيهل كل هذا بيطلع بس شوف الثاني هاي ما حملت بتحمل السنه
انا حتى ضربتها بالمسمار. لا 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 تضربها. ايوه لا تضربها ولا تضربك، ان شاء الله السنه بتثمر. حاطي لها مركبات ها؟ هي بس رقم واحد. رقم واحد ان شاء الله ما عليها باس. السنه ان شاء الله ابشر ان شاء الله. هي 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 اقراط اقراط. انا تبعت تعليماتك قصص الشرق وغاب. هي نعم هي نعم. كل زين ما تسوي الا الزين. محمد عندي هاي شو يسمونها الكفايه هي. هاي شخاخه. شخاخه؟ هي كانت حاطنها. زين. شو تسوي؟ اكياس نحمل منها. وحينه؟ شلتها سويت تكرم الباقي هاي. زين زين. ايه وين تبون؟ وين تسبحون؟ زين. وين الصيد؟ وين الهوامير؟ وين الدنيا؟ وندو كيف؟ ولد ميحد؟ ابوك وينه؟ قرب الله تبوك، سلم على ابوك. خل رئيسي مال بيتكم، وهاي غرفة استور. ايوه هذا استور. زين، وهذا الشيء وحينه؟ هذا الميلس. ها قسم الشباب يعني يوم بيو. الشباب والميلس. وشي غرفة داخل؟ ها؟ شي غرفة ولا بس ميلس؟ لا بس ميلس. وين يباتون الشباب عيال؟ يباتون داخل. داخل البيت. زين زين. والله حلو بيتك. خفيف مرتب تحرى بيت انجليز. ايه ايه والله أجانب. والله ما كأنك منصوري. لا لا صورنك بيصات. سبحان الله. امير براكه. اي والله يحافظ على امير براكه. وين استوى حد شراته في الدنيا. ما شاء الله ما شاء الله. ابو ظبي ابوك ما شوي هو ما يظهر فيها. ظنك يحمل الزيتون؟ حتى الحصى يحمل ابو ظبي. ابو ظبي حتى الحصى يحمل. ما لا تخبر عن شيء ابو ظبي. فوق 12 سنه. لا لين تبلغ الزيتونه، الزيتونه اظني لها سن معين تبلغ. ما اظني يمكن 15 لو 17. هي اظني العلم عند الله. ادخل على بيئه الزيتون، يبغي بيئه او ما يبغى. ها بحر وصباخ وملوحه و... ها شوف ما شاء الله. قادي عروس تغني يا ليل. من هو هالريال الحين؟ محمد بن احمد درويش ملاح. والله يا سلام سلم يا الله يحفظه. ايش حالك حبيبي كيف انت؟ الله يسلمك والله مليون مرحبا. تهنيت وتهنيت في هالبيت الفنان. تربي ان شاء الله عيال عيال عيالك فيه يا رب العالمين. خلاص عاد انا سامحني ابي اصير اتمشى عريولي. لا يعلني افداك وخلاك عيونك. مشكور يا ابو محمد. يا الله يحفظك يبارك فيك. يطرح لكم يطرح لكم البركه في هالسكن الفنان. بيتكم وايد فنان. والله يا ابوك تحريت بيت انجليز. الله يسلمك يا محمد. مرحبا يا رب. يعطيك العافيه الله يحفظكم. منو يرانكم الحين في البيوت؟ جمال الظريف. مني عوضنا الملاح. زين. ومني جمال الظريف وخلاف بنت الشيبه. عاشه. عاشه. وهاك البيت بصير بالمنامه. المنصوري. ايوه هاك بيت المناصير. المنصوري يا احمد. زين. وهالبيوت هني؟ طرف هذا؟ هذا احمد الكنيبي. زين. عقبه حميد بن علي وعقبه حاضر المهيري وعقبه قوم الحرام صوت. ايوه زين. يلا في مال حبيبي. يلا في مال لا يعني افداك. في مال لا. بنقلة هامور كبير صغير؟ قول والله. واجد كبير؟ يعني كم في كيلو؟ اشوف رامني. وين سوي برا برا سوي برا. ما شاء الله واحد ولا ها كبير ها. وين كبير هذا ولا هذاك؟ زين زين شكرا. محزنين علي الا شلهم. قلت والله ما شليت ولا حقني حليلهم. كم مشيت بيت ما شاء الله بعيد قرب الملاح. من هاي الساعة وأنا أمشي ماشي بازي يمكن هابيت. هذا بيت قم بيت حياة بن عوضة وهذا بنيان خالد. خالد قم بن عوضة وهذاك بيت قم حياة قبيل. ورا بيت حياة قبيل بيت عيد بن سيف. ورا بيت عيد بن سيف بيت قم حمى بن سيف. بيت قم مرزوق وبيت قم هلال. وراهم بيت قم سالم. يعني فرجها كلهم اللي تشوفونهن كلهن هالبيوت كلهن أهلية. هذا ابن عم هذا ابن خالة هذا يعني نسيب هذا ولد أخت هذا يعني بينهم نسب وخوال وعمام يعني أهلية. والله عليكم اللون الناري هذا اللي يقولون عنه اللون الناري. اي والله هذا اللون يسمون اللون الناري بعد ما أخذنا من شوكة أمسات.
من اقول امسات ها هلال متى امسات مالي انا متى من 15 سنه لا حول 13 ها من 13 بسنيده السلام عليك شوكت إيه؟ نحن شوكت شلوه اصلا كيف من احنا يمكن حول 8 سنين لا مكان شوكت منتقل زين اقول في ذمك ما فنان اللون والله العظيم انه فنان ورقم واحد ولايتي ولا شيء ولا احد جد لبس هاللون اسم انا مسمن اللون الناري ولا هو مبناري رماني قرمزي شيء شيء من هالنمونه اقولكم يوم تدخلون محل شوكت في لندن وين الطوايج شيء حجيره مني على يمب القطع بقطعته محطوطات كل هالالوان عاديه الا اللون الناري كانه يزقر عليك من بعيد يقولك تعال تعال انا المطلوب ويتي عيني سيدج ده تنكيت من بد الالوان ونحن كنا سالي مجموعة ولا حد خدمنا أنا الوحيد خدم اللون هذا أقولكم اللي يوز ما يوز للناس اللي غير مساكم الله بالخير أنا رامس وياكم من صباح الله خير وقال لكم شيء منتج موجود على موقع نون المنتج هو شيء وايد فنان وجميل وينفع هل بالبحر وهل بالكشتات وهواة التصوير هذا هو عبارة عن غواصة جلاديوس للتصوير تحت البحر فيها كاميرا 4K وكشافات بقوة 2400 تقوس لين 100 متر تحت البحر سعة التخزين 64 جي بي تخزن لك بين أفلام وبين فيديوهات تشحنها بساعة ونص تعطيك عمل وتشتغل 3 ساعات متواصلة الحين بننزلها في البحر وبنصور وياكم علني لايف قدام العين كاشو فيها عين شوي انت ما اتفقنا قال لكم بنربيكم الشيء على العملي هذه الغواصة ونزلناها بحر هذه أخيرا أيوة. مثل ما تشوفون استعمالها سلس ومش سلس عادي سلس للغاية من فوائدها تشوف قيعان البحر كامل اللي موجودة كانهن بتشوف الشعب المرجانية بتشوف الرماي بتشوف الحصيات بتشوف مناجف الهوامير بتشوف كل شيء يخطر في بالك ولك خاطر تشوفها ما تروم تشوفها من فوق بتشوفها من خلال شاشة الكاميرا اللي انت تصورها أنواع الأسماك وايد كثيرة تشوف الكبيرة والصغيرة من خلال التصوير وتشوف الهامور شوفوها الحين خطب هامور يعني شوف العين تشوفه وتقدر تلتقط صور بعد ما بلا تشوف بس إلا فيديوهات طبعا بالكشاف كل من اقتربت من السمك يكون القوع أصفى كل ما يكون التصوير بعد أوضح كل من نزلت الكاميرا تحت ليش؟ لأن الكاميرا تصير لين 100 متر وبنفس الجودة بنفس القوة بنفس الطريقة ما في داعي أنك تسوي مونتاج أو تصير تقدر تشوف حين هاي أنواع الفسكر أنواع الجش ها شوف الفسكرة هاي اللي تشوفها كانت قبل كانت طافت ييمة لكن ما وحانا نصورها لأن شفت هالهامور بعد الثاني وهذا الرماي كل سمكة وهذا يشوفه الحين خطفة ييمة الجش ييمة هاي كلها نحن ما نروم نشوفها إلا بالكاميرا وهذا الهامور هذا قدام هذا في المنقف ماله يالس مرة يالس التحرى خطر عليه يرمس لو حد عنده محايا بس يوردها لين البيت الهامور لين المنقف شوي يبيك ما يحتاج تجلس تضيع وقتك بالساعة والساعتين شوف اليم شوف اليم السمك ما شاء الله من كل نمونة بحارنا غنية بالأسماك تبارك الرحمن لكن يبالها بارض يبالها أجهزة وهاي تكنولوجيا ولله الحمد وحينه وقفنا بالتصوير النوع هذا من القواصات بتلقطه متوفر على تطبيق نون وشي خصم يوم بتحط الكود مالي أنا اللي هو تكتب فقط الخالدي ما شي رقم اكتب الخالدي ولك هاك الخصم اللي ما شي شراته توكل على الله افتح التطبيق واكتب في شريط البحث على الشاشة اضغط على صورة المنتج لمشاهدة التفاصيل والوصف والمنتجات اختر المنتج اللي تحدد الكمية واضغط على اضافة الى عربة التسوق
اضغط على عربة التسوق للمراجعة، ثم اتابع الدفع الآن، اضف العنوان بالتفصيل، اختر إذا بتدفع كاش أو بالبطاقة، وبنرسل لك كود سري من 4 أرقام، واضغط على إرسال كود. ممتاز، والحين بتوصلك رسالة SMS بريد إلكتروني في حالة طلبك، وشكرا لك. كلهم أبوي العرب، كلنا بتليفونه ويتابع، كلنا أبوي بتليفونه ويتابع المباراة. مبروك للفوز، مبروك على الفوز، مبروك للإمارات حكومة وشعبا، من أمام إلى الأمام. إذا شيء أسوى عن الأمام فأنتوا إن شاء الله في الأمام يا رب العالمين. نعم، عقبال الكاس يا رب العالمين، تحفظ بلادنا وشعبنا ومعازيبنا، وتحفظ بلادنا ومن سكن فيها. عليتي راياتي رحبت وهنيت اهلا يا امارات، يا السطوح عليتي راياتي رحبت وهنيت اهلا يا اماراتي، يا السطوح عليتي راياتي رحبت وهنيت اهلا يا اماراتي.